تجارة الحدود. تجارة الحدود في أنواع التجارة ثلاثة، تجارة الخضروات دي بتتباع في دكاكين عادية زي وزي البغالات. نعم. أما التجارة الحدودية دي فتجارة بتاعت استيراد وتصدير، ودي بتتعامل مع الحبشة وكل من جوبا وجيسان والمحلات دي. فالتجار هم بيطلعوا الرخصة من وزارة من مصلحة التجارة قبل ما تكون في وزارة بتاعت التجارة في بعد الاستغلال. نعم. نعم. شوف المحلة الغريبة ودينا في الجزيرة دي وين؟ تمام. الرعي، الرعي برضو في 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 بالنسبة للرعي، بالنسبة للرعي فهو الرعي من ثلاثة. النشاط الاقتصادي بتقسم لقسمين، نشاط اقتصادي محلي وهو ده عبارة عن مشتريات محلية من المنتجات المحلية، مثال البروش والسعف وإلى الآخر، دي كلها بيشيلوها بودوها أم درمان، بيصدروها لأم درمان. أما النشاط الاقتصادي المركز فده بتاع البضايع، إما أن تجارة حدودية ودي بتطلع الرخصة بتاعتها من مصلحة التجارة من الخرطوم قبل ما يجي الاستغلال وتكون في وزارة للتجارة. ففي مكتب بتاع الجمارك في مدينة الروسيرس وده هو المسؤول عن إدارة الجمارك على مستوى جنوب النيل الأزرق، في مكتب فرعي في كرمه وفي مكتب فرعي في جيسان. فالتجارة بتاعت الحدود بتتركز على صادر، على استيراد وتصدير. التصدير من السودان في شكل بتاع أقمشة كاكي ودمبورية تصنع قبل ما يكون عندنا مصانع، وتياب بتاع زراب وتياب بتاع بنغالي وكاكي، ومعه الفول المصري، هاي ده نوع كمان مخصوص من الحبشة. هاي وكان في الريال القشلي ده ابيض فضة بيور، هاي ده جاته باعتباره زي بضاعة بيجيبوه بيبيعوه لانه بيستعمل في السودان هنا في الحلي بالنسبة للنسوان في الحجاي في الحجول والجباير والبتاوة ربات الحجول زي ما بيتكلموا عنهم، فالحجول بيعملوها من الفضة دي اللي كانت هي عبارة عن الريال القشلي.